الإخوة الكرام، السلام الله عليكم. كنتمنىكم جميع تكونوا بألف خير وآفية إن شاء الله. شكرا جزيلا لأول من سجل جيم لهذه الحلقة، شكرا جزيلا. الخبر يقول: أعتقد أنكم تلاحظون معي الآن هذه الصورة وهذا العنوان لنتابع. يقول: ضرب باشا خلال جلسة للتصويت ونقله إلى المستعجلات. ربما كانت شي انتخابات جزئية أو شي اجتماع من اجتماعات المجالس المحلية، وربما الباشا بغى يقوم بالواجب المهني ديالو. هادشي قبل ما نشوف المضمون ديال المقال، أنا كنقول لكم بحكم التجربة ديالي وحكم ممارستي لمهنة الصحافة المكتوبة لما يقارب 20 سنة، بأن هذا الباشا حاول يدخل ربما بان لي شي خرق بالخروقات ديال هاد المنتخب، بان لي شي واحد كيلعب تما مشاريع المستشارين أو شي حاجة من هاد النوع، بغى يدخل. وهنا ناضت القربالة وبداو عليه بالعصا، ما بغاوش الممثل ديال العامل والسلطة المحلية ووزارة الداخلية يقوم بالواجب المهني ديالو. نشوفوا الآن الخبر كيقول بأن جلسة تصويت لانتخاب الرئيس الجديد لغرفة التجارة والصناعة والخدمات المنعقدة يوم أمس الجمعة 23 سبتمبر عرفت اعتداء، هذا ما كاينش لكم والو، كنا نكمل عليكم، عرفت اعتداء شنيعا أو بشعا على رجل سلطة من رتبة عالية وهو الباشا. ومن المعلوم إخواني فالباشا راه أكثر من القيد، الباشا كيحكم على واحد المجموعة من القياد، وتيكون في التراتبية الإدارية مباشرة من بعد السيد العامل، يعني الباشا بحال نقولوا الخليفة ديال العامل، أو بمعنى آخر من بعد الباشا ما غيترقى كيطلع عامل، والعامل ملي كيترقى كيطلع والي. هذه للإخبار فقط. كتقول بأن هذه الجلسة شهدت تطاحنات وصراعات، الدق والسكوات، ماشي السكوات والغوات، الدق والغوات عفوا، ما بين المصوتين. ابتدأت بمشادات كلامية، في الأول بدا النقاش، لا أنت راك داير الخواط ما بغيناكش كذا ما كذا، المهم تناضت القربالة تما، المهم الدق الدق أخوتي، لتنتهي برشق الباشا وإصابته على مستوى الرأس. هنا كاتب الخبر كيحاول ينقل للرأي العام الوطني، وهو معذور، أنا لا أخذه على توجهه أو على مضمون مقالته. كيحاول يبين بأن الضربة جات للباشا عن طريق الخطأ، في حين أنني أرى ربما، والله أعلم، ربي فوقي هو الأعلم بكل شيء والأدرى، ربما كانت هذه الضربة مقصودة، ربما بحكم أن الباشا قام بالواجب المهني ديالو، كانوا هاد الناس كيخطوا أو بعضهم أو أحدهم خطط لضرب الباشا في رأسه. وكيقول نفس المصدر بأن بعض أعضاء الغرفة طالبوا بعلانية الجلسة في الوقت اللي رفض فيه أو رفضوا فيه بعض المعارضين هذا المقترح. الباشا تدخل باش يفك هذا النزاع، ولكن جات دقة في الرأس، حيث يقول كاتب المقال: تم رشقه بأداة أصابته على مستوى الرأس وتسبت ليه في واحد الجراح بليغة، واللي بسببها تم نقله نحو المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. فاش قلت لكم خوتي الأعزاء، راه مصيبة وصافي، والله مصيبة هاد الناس ملي رجال السلطة والقياد والبشوات ولاو كيتصوتوا. فاش غنقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اش يقول المواطن الدرويش والبسيط اللي ما عندوش القدرة نهائيا باش يواجه بحال هاد الطوغات؟